عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين باي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسات جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا كعابر الشوكولاتة المحشية بالدقلة والفيكيا. بالنسبة لي انا عملتها بالدقلة والكاكاوية كوصفة اقتصادية، وانتم باللي تحبوا تعملوا نوع الفيكيا امتعكم. دونك يسر يسر بنينا، منحكي لكمش على البنة، نجمو تويكا نعتمدوها في رمضان ان شاء الله وقت السحور في السهيرية مع قيوة وإلا كويستي. حاجة بكلها منافع بكلها فيتامينات بالحق، يشيخوا بها صغيراتكم وكلمية كلش الدقلة ما يفرش بها بالكل اللي هي بالدقلة، وبنينا بنينا بنينا على الأخر. دونك اللي تزور القناة أول مرة نقولها مرحبا بيك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير. ويلا تويكا نبداو الوصفة مع بعضنا. أول حاجة مش نعملها، مش ناخو عندي الكريم هذه سبيكيلوز، وعندي الكريم الشوكولات تارتيني هذيك، مش ناخو هكايا بابي كويسون، مش نعمل هكايا دي بول صغرونين، مش نحطهم فوق البابي كويسون، ندخلهم للكونجيلاتير حتى لين يتمسكوا شويه باش من بعديكا مش نحشي بيهم الكعابر نتاع الشوكولاته نتاعي. بالنسبه للخطوه هذه تنجموا تعملوها، تنجموا تستغناو عليها، تنجموا كذلك تعملوا بات بيستاج، تعملوا بات نوازيت، تعملوها محشيه بكعيبالوز كعيبة بفريوة، تحطوها كما هي أو لكم حرية الاختيار. أنا نعطيكم هكية الأفكار وأنتم ما نعرفكم ما شاء الله عليكم تبدعوا في المطبخ امتعكم. دونك هكا نخليهم هكية تريفات هكية ديبول صغرونين كما قلت لكم، دخلهم شوية الكونجيلاتير باش يتمسكوا، باش من بعديكا كي نحشي بيهم العابر متاعي يقعدوا شادين روحهم. والمكونين الأساسيين هو عندي 250 غرام كاكاوية حمرتها، وعندي 300 غرام دقلة. الدقلة هذه تنجموا ترحيوها وحدكم، تنجموا تعملوا ماذا بكم الدقلة هذيك اللي تبدأ تكون رطبة ما تكونش كاسحة شوية باش من بعديكا تساعدكم في التشكيل متاع الكعابر متاعكم. للأمانة بالنسبة لي أنا واخذيتها معناتها حاضرة مرحية الدقلة متاعي. دونك باش ناخو الكونتيتي متاع الكاكاوية باش نرحيها بالباهي بالباهي. كما قلت لكم انتوما تنجموا تعملوا اي نوع متاع معناتها فيكيا، تحبوا لوز، تحبوا بوفريوة، تحبوا فستق، اللي تحبوا انتوما. رحيتها هيك بالباهي، وتويكا مش نضيف لها الكونتيتي متاع الدقلة، ومش ندخل زوز مكونات مع بعضهم بالباهي بالباهي. اهو كرحيتها هكايا تكون رطبة. اذا كان الدقلة متاعكم كاسحة شوية تنجمو هكايا تنقعوها في شوية ماء سخون دريجين البيع ساعة حتى لين تطرالكم. اذا كان الدقلة متاعكم شادة روحها شوية كما قلتلكم لازمها تكون سوبل باش تنجمو تدخلوها مع الكونتيتي متاع الفيكيا. اهو كقعدت نخدم فيها هكية بيدي، سهلة الطريقة وما فيها حتى شيء، وفي ساعة في ساعة ما تحضر. وبالحق بنينا بنينا على الأخر. اهو كامش ناخو هكية الدقلة ومش نقعد ندخلها فيها مع الكاكاوية بالباهي حتى لين تتكون لي عجنة واحدة. وتويكا مش نبدا، هاكا شفتوها مش نبدا نشكل. خذيت الميزان متاعي مش نوزن كل بول فيها 20 غرام، نحب يجيوني الكعيبات الكل قد بعضهم. هاكا نعملها بول ومن بعديكا نعمل كيما وريتكم هكايا في الوسط باش نرمي نحشي فيها الشوكولاته تارتيني والا الكريم سبيكيلوز والا كيما قلت لكم كعيبه فيكيا، تحطوها كيما هي كيما تحبوا انتوما. هاكا كل مره نعمل بالميزان، تحبوا تعملوا عينكم ميزانكم لكم الحريه. هاكا شوفوا كيفاش نشكلها باش نحشيها بالشوكولاته والا الكريم سبيكيلوز. اهو كنسكرها
كيما هكا كون بعد نخدمها بين يديا بالباهي حتى لين توليلي بيان فيني. هكا هو كيما هكا نقعد ندور فيهم هكايا بين يديا حتى لين نتحصل على كعبورة كيما هكا مزيانة وكيما قلت لكم بيان فيني. نكمل الكونتيتي الكل بنفس الطريقة او كان نرمي في البلاتو فرشتو بالساشي اليمونتير وكيف كيف نغطيهم باش ما تشعتلناش. هاو الكل نعملها فرد قياس فرد وزن هاو نغطيهم باش ما يتشحنش كيما نعرفو الدقلة في ساعة تشيح. هاكا ماذا بينا نخليوها تريا كما هي. لا هاكا نكمل بنفس الطريقة مرة نعمل السبيكيلوز ومرة نعمل الشوكولاتة ترتيني حتى لين نكمل الكونتيتي اللي عندي الكل. ونجمو نشكلو كذلك نوع آخر من الفورم نجمو نعملوها هكايا رون كما نجمو نعملوها هكا بالطول. هاكا يقعد لنا صحيا مشكل وفي زوز اشكال ما نعرفو احنا العين تاكل قبل الفم. هاكا نتفننو ونعملو حاجة مزيانة. هلا كملت شكلت الدقلة متاعي الكل كما لاحظتوا. تويكا مش نذوب 150 غرام شوكولاتة تنجمو تذوبوهم في باماري وإلا في الميكروون. بعد ضفت لهم زوز ملاعق أكل زيت نباتي وتويكا مش نغطس الدقلة متاعي في الشوكولاتة. خذيت بابي كويسون هكايا فوق البلاتو باش نرمي الكعيبات متاعي نقطرها هكايا من الشوكولاتة ونرميها بالطريقة هذه. وقبل ما تشيح من الشوكولاتة كما نعرفوا احنا تو الطقس بارد شوية فيسا ما تتماسك الشوكولاتة وتيبس. دونك وهي هكية ما زالت معناتها سايحة شوية واحنا نزينوها مش نزين بالشوكولاتة بيضة كيف خذيت هكية طابع وذوبته ورميته في بوش ومش نزين به. كما نجمو نزينو بالفيكيا فستق بفريوة لوز كما تحبوا انتوما تزينوا كعيبات الدقلة متاعكم. هاو كنقطرها من الشوكولاتة بالباهي هاكا لهنا زينتهم بالفستق هكايا مرحي كهو هذو ما هكا كعيبات الدقلة متاعنا حاضرين. تويكا مش نخليهم في تبيق التقديم وهذه هكا نرميهم هكا في بيسيات كيما هكا شوفوا مزيانهم منحكي لكم مش ياسر مزيانين ومنحكي لكم مش عالبنا كذلك ياسر منين. هاكا نفوها الكعيبة ونرميها في البيسي ونقدموها. وهذه هكا وصفتنا كانت لليوم. إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. وإذا كان جربتوها ما تنسوش بشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو. برتجيوا الوصفة بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائدة. وفي وصفة قادمة إن شاء الله. بسلامة.